اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه شاشه البيت الكبير، اتفضلوا. تمام طبعا. نبدا بالتشكيل الاول. تشكيل مكوينا المدرب بتاع سان داونز، هم عندهم طريقتين لعب. الطريقه الاولانيه ال 4 3 1 2 دي الطريقه اللي غالبا هيلعبونا بيها. 4-3-1-2. في حراسه المرمى ويليامز ده حارس مختلف عن السنه اللي فاتت. يا جماعه السنه اللي فاتت كان الحارس دينيس اونيانجو الاوغندي، السنه دي هم تعاقدوا مع ويليامز حارس منتخب جنوب افريقيا وقادم من سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي. الاثنين المساكين كيكانا ومفالا، اللي هو الاثنين المساكين. مفالا ده نحط عليه دايره لانه مميز في الضربات الركنيه اللي هنجيبها، لانه مميز في الالتحامات الهوائيه. كيكانا ده من السنه اللي فاتت. لا كيكانا ده واحد تاني غير بتاع السنه اللي فاتت ده، اعتزل. ماشي. كيكانا ده واحد تاني. عندك بعد كده موديبا الباك ليفت ده خطير جدا جدا، رقم 17 موديبا. بيخش لجوه دايما، وهنشرح عمليه بناء الهجمه بتاعتهم. موداو الباك رايت اللي هو الظهير الايمن اللي في النص، رقم 4 مكوينا نحط عليه دايره، اهم لعيب في بناء الهجمه واكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في دوري ابطال افريقيا مكوينا اللي هو اللاعب رقم 4. الاثنين اللي بيكملوا القدام مارسيلو اليندي اللي هو القادم من تشيلي، واغلى صفقه جابوها بحوالي 1.6 مليون يورو من تشيلي، وسيفيلي اللي هو رقم 21 الجنوب افريقي. قدامهم مايما، مايما هو راس الحربه بس بيلعب دايما بيخليه يبقى تحت، بينزل لتحت مهاجم متاخر عشان يعمل شكل الدايموند في وسط الملعب مع الثلاثه في وسط الملعب. مورينا هو الجناح اليمين، وكاسيوس مايلولا الموهبه الصاعده بقوه وهداف البطوله ومسجل 3 اهداف وتاني هدافي الدوري في جنوب افريقيا بعد بيتر شيلويل اللي هو المهاجم في سان داونز. دي اول طريقه لعب. الطريقه الثانيه 3-4-3 برضه بنفس الفكره، بس الفكره في ايه؟ الفكره ان هم بيبنوا الهجمه بالبيلد اب بتاعهم من خلال هات التشكيل الثاني، من خلال 2-3، من خلال سقوط مكوينا في وسط الملعب. اهم حاجه في سان داونز والفكره اللي بيعملوها هي البيلد اب، بناء الهجمه. بيستخدموا طريق جوارديولا في بناء الهجمه، ان الظهير الايمن والظهير الايسر بيخشوا لجوه، بنسميهم فولس باك في عمليه تحضير الهجمه. هات التشكيل الثاني. ده التشكيل الثاني اهو، من خلال سقوط مكوينا في وسط الملعب نفس العناصر، يعني كيكانا مودا ومافالا نفس التشكيل برضو 3-4-3، ولكن هو ساعات بيدخل بيتر شيرويل اللي هو الهداف بس لما بتكون المباراه على ملعبهم، لكن بره ملعبهم بيبدا بمورينا عشان مورينا اسرع. هات بس حالات البيلد اب، هتكلم على البيلد اب بس عشان اربط بالتشكيل. البيلد اب بتاعهم دي اهم نقطه في سان داونز، وهنا مارسيل كولر لازم يفكر في اليومين دول. انا بلعب كضغط عالي في النادي الاهلي بالاربعه 3-3 طريقه اللعب. النهارده هم عندهم خطين لعب. ادي نبص على بناء الهجمه بتاع سان داونز. هنا رقم 25 موداو ومديبة اللي هو الظهير الايمن داخلين لجوه، فبقت كام الشكل؟ دايما بنقسم في بناء الهجمه لكم منطقه؟ لاربع مناطق، زون A، زون B، زون D، زون C. زون A اللي هي فيها اثنين لعيبه، وزون B 3 لعيبه. هنا الباك اليمين دخل لجوه والباك الشمال دخل لجوه، احنا متعودين ان الباك دايما بيفتح. صح. لا هنا الباك دخل لايه؟ لجوه، عشان كده بنسميه فولس باك، باك عكسي. هنا زي ما احنا شايفين ده اللي معاه الكوره ده الباك ليفت موديبا. ارجع بس بالصوره اللي فاتت، تحديدا الصوره اللي فاتت دي مبينه الشكل 2-3، بنسميها البيلد اب، اثنين المساكين والثلاثه اللي قدامهم. فانت هنا لو انا ضاغط مثلا بمحمد شريف او ضاغط بكهربا وقفشه، هنا مين اللي هيمسك الباك ليفت والباك رايت؟ هنا السؤال، لازم مارسيل كولر. انا هضغط بالاثنين، بس هم انا شايف ان الاثنين المساكين كورتهم قليله قوي، بيعانوا وعندهم مشاكل كبيره مع الضغط العالي، لكن اهم لعيب فيهم في عمليه البناء الباك ليفت ومورينا. هات الصوره اللي بعدها برضو في البناء، هتبص على الشكل هيبين لك اكتر ان اكتر اثنين عاملين تمريرات صحيحه في البطوله اللي معاه الكوره ده موديبا ورقم 4 مكوينا. الاثنين دول اهم اثنين اهو، رقم ايوه ده موديبا اللي معاه الكوره ده. هات برضو اللي يعمل سبوت، نعمل سبوت على الثاني رقم 4 مكوينا. دول اهم اثنين في بناء الهجمه لسان داونز، ودول اللي لازم النادي الاهلي يمنعهم من. معلش سؤال، هو هنا في مثل هذه الحالات لو انا قطعت الكوره هيبقى عندهم يعني قد تكون نقطه قوه زي ما انت بتقول، هذه المنطقه قد تكون نقطه قوه، ولكن نقطه القوه دي هي في نفس الوقت نقطه ضعف كبير. وجهه في اللي انا شايفه ده، برافو عليك في في الفضيان اللي انا شايفه ده هي نقطه ضعف كبيره جدا في الحاله الهجوميه. برافو عليك. هات الحالات بتاعت التعامل مع الضغط كده زجاله، هات الحالات اللي هي اللي بنسميها الضغط على سان داونز اللي الكابتن اسلام بيتكلم فيه. هم بيعملوا بناء هجمه بشكل ممتاز، لكن بص بقى لما بتضغط عليهم بشكل صح بيعملوا ايه.
هنا النادي الاهلي لو ضغط عليهم بصوره ممتازه في الضغط العالي بيعانوا. بص القطن الكاميروني لما ضغط عليهم هتفصل الفرقه. ايوه لما انت تضغط عليهم بشكل ممتاز انت بص اهو القطن قدرت تضغط. هات بعد كده كمل هتلاقي ان العمليه تحولت بسرعه. فانت هنا مهم عمليه الضغط على سان داونز. بص هنا برضه كابتن اسلام اهي نفس الكلمه اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان هنا الكوره لما ضغطوا عليهم لعيبه القطن قدروا ان هم يعملوا مرتده في ظهر الدفاعات. فانت مهم جدا ان انت ما تعدهمش من وسط ملعبك في الحته دي، ان انت تكون مذاكر كويس الضغط. سلاح ذو حدين. احنا طبعا لعبت بضغط عالي هتضطر. معلش يا سمير هات لي، انا اسف يا كريم، هات لي الصوره الاولانيه خالص اللي هي بتاعت 3-2 اللي هم الباكين داخلين لجوه، دي اهم صوره بالنسبه لي يعني. اتفضل يا كريم. هتضطر ان انت تقدم خط الدفاع بتاعك لو ايه؟ لو انت لعبت بضغط عالي. انا بس معلش هي النقطه دي تحديدا. اتفضل. النقطه دي تحديدا هي اللي بس دي الاهم بالنسبه لي. لو جبت لنا هنا اللقطه هنا هتبقى ايه؟ لو ما ضغطتش واستنيت اللعيبه واستنيت الفرقه فهتبقى عندك الجزء ده كله هيبقى فاضي صح؟ هتقدر تضغط مثلا من بعد وسط الملعب مظبوط؟ فبالتالي لو ضغطت هيبقى اهم حته تلعب فيها الاطراف، هي الاطراف بتاعه اللعب بسبب وجود الاثنين لعيبه دول. وانا بقول لك ان هو ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش. لانه لو عمل كده مع ضغط حتى بلاش ضغط عالي بلاش هاي بريشر، لو ضغط حتى من بعد وسط الملعب كده او من بعد دايره الوسط وقدرت تاخد الكره هيبقى عندك مساحات كبيره، مساحات ورا الظاهرين. بس في نقطه مهمه ان هو عمل التكتيك ده كابتن اسلام عمله قدام القطن، ما عملوش مثلا قدام الهلال، لا عمله قدام القطن بره ملعبه. بره ملعبه على قصدي مع القطن اقل فريق، اقل فرقه، وبدليل ان هو اوريدي حاطط جون في الدقيقه 10 بسبب ايه؟ بسبب الضغط العالي اللي هو بيمارسه. سان داونز في وجهه نظري السنه دي مختلف، نسخته مختلفه عن نسخه بيتسو موسيماني اللي فضلت عايشه حوالي 6 سنين. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان بيتسو موسيماني في وجهه نظري هو واحد من المدربين الفنيين مؤمن تماما باللعب على الاجنحه. مكوينا ما بيلعبش من الاجنحه خالص. 90% من هجوم نادي سان داونز من العمق، افضل فريق في افريقيا حاليا بيخترق من العمق. ماتش الهلال وماتش القطن الكاميروني كل هجماتهم في ال 90 دقيقة من العمق. بس في قبل ما نتكلم على الاختراق من العمق، بص يا كابتن اسلام الضغط اللي بيمارسوه بطول الملعب ايا كان من المنافس. ده دي مباراة ايه؟ دي من الهلال. دي مباراة لسه كنت هقول لك، دي مباراة الهلال. والهلال خلي بالك السنة اللي فاتت عمل مباراة جيدة جدا مع سان داونز بريتوريا، هم اتغلبوا بس كانت مباراة كويسة وحتى كان ليهم هدف واتلغى. الضغط العالي بيمارسه سان داونز على المنافسين كويس جدا وبيقدر ان هو يغلطهم. ده حصل فين؟ حصل في الهدف اللي جابوه في مرمى القطن في الدقيقة 10. القطن ضغط عليه هوب غلط، مرويلا خد الكورة وحطها هدف. طيب تعالى بقى نبص على واحدة من أهم النقط، وأعتقد دي أهم نقطة سان داونز وبصراحة محتاجة شغل كتير قوي من الجهاز الفني. الفريق مش ممكن على جرأته جريء للغاية في إنه بيخترق أي حد من العمق. يعني انا مش طبعا نادي الهلال لعب قدامهم 4-5-1 في ستارتين قدامك، هما وبرده مكوينا مصر على لعبته ان هو يلعب بيه من العمق. طيب انا عايز بس في صوره عايز ابين فيه دي طبعا ده من مباراه القطن، ونبص على ميلوله ازاي بيخطر. هنا بص بقى يا كابتن اسلام اللعبه دي، بص بقى اللعبه دي قول لي كده جاوبني، اللاعب اللي معاه الكوره معاه كام اوبشن تمرير؟ واحد كام اوبشن تمرير؟ ثلاثة ومفتوحة بالنسبة لك، خمسة. ادي واحد بيجري ودي واحدة بيجري وممكن هنا يلعب وممكن هنا يلعب وممكن هنا يلعب، مش ممكن. صح. الفرقة واقفة بطريقة مدية كذا اوبشن لحامل الكرة ان هو يلعب تمرير. طب تخيل بقى في الآخر مع كل التمريرات دي في اللعبة دي ما ممررش شاط. شاط الكرة وقعت من الحارس ودخل ميلولة وكمل الكرة هدف. فخطورة سان داونز في وجهه نظري مع مكوينا انه بيقول لك انا جايب لك شويه حريفه بيلعبوا بالظبط، جايين نلعب خماسي. احنا ما بنلعبش كرات طوليه، ما بنلعبش على الاطراف، ما بنتعملش كرات عرضيه. حتى مع نادي الهلال السوداني النقطه احنا بنتكلم عليها، لو حضرتك فاكر حلقتنا وثابت وقعدنا ننصح بالابتعاد تماما عن نلعب مع الهلال كرات عرضيه، بلاش يا جماعه نعمل كده، وللاسف احنا وقعنا في الفخ ده. مع سان داونز بقى، سان داونز هيفضلوا يلعبونا من العمق. ده محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، لياقه بدنيه انك هتلاعب ناس حريفه وطبعا هيغلطوك، انت عارف
لما يعني بتلاقي قدامك لعيبه حريفه ومسيطرين على الكوره ده بيستفزك وممكن يوقعك ويتعبك اكتر جدا وممكن يوقعك في فاولات كتيره وممكن يوقعك في انذارات. فاحنا طبعا عايزين نقول ان الفريق ده قدر يكسبنا السنه اللي فاتت رايح جاي. الفريق ده السنه دي كمان مطلع لعيبه جديده وكاسيس ميلوله ده ولد مش ممكن 21 سنه رهيب 3 اهداف في ماتشين وبيتحرك بطريقه ممتازه جدا جدا بين الخطوط. اوكي فاحنا كل اللي احنا محتاجينه ان شاء الله خلي بال حضراتكم دي اهم نقاط القوه اللي احنا بنتكلم فيها بالظبط. يعني احنا ليه بنكبر وبنقول كذا لا كذا لسه هنخش في نقاط الضعف وعايزين نكبر ونكبر كل حاجه نكبر اوكي صح الماتش ده بالذات طبعا. ولكن على الجانب الاخر هنتكلم لسه عن نقاط الضعف. عندك نقاط ضعف واضحه يعني انا وانا قاعد كده شفتها الاول بس نكمل الضغط. عندهم ميزه كمان يا كابتن اسلام في الضغط هم منظمين قوي في الضغط. بص هنا انا بس عايز اتعامل ازاي هم هيضغطوا عليك. هنا دور محمد الشناوي هيبقى مهم في بناء الهجمه. هنا كاسياس مايما اللي هو مايما الاول اللي هو رقم 35 درس الحربه بس هو دايما بيسقط عشان مش مواجب صريح هو بينزل دايما يسقط عشان يعمل الربط مع اليندي وسيفيلي اللي هم في وسط الملعب وبيتر او مورينا وكاسياس مايلولا اللي هم الوينجين بيروحوا يضغطوا على ايه؟ على مثلا عبد المنعم وياسر ابراهيم او عبد المنعم مثلا واي حد تاني جنبه، عبد المنعم مثلا وياسر ابراهيم او محمود متولي، هتلاقي الاثنين دول رايحين وهتلاقي ميما رايح على الشناوي بنفس المنظر ده، فانت لازم بناء الهجمه بتاعك لازم تخلي بالك ان الشناوي انا بشوف ان الشناوي مميز في التعامل ده مع اللي هو التمريرات الطوليه لان الضغط ده نموذجي، هنا ميما هات الصوره اللي بعدها هتلاقي طريقه اللعب بقت 4 4 2 دايموند او 4 3 واحد اتنين ميما اللي هو الفيرويد وكاسياس مايلولا ومورينا كمل ده الشكل اهو. هنا مع عمليه الضغط ادي الدفاع العالي بتاعهم وادي الثلاثه اللي في وسط الملعب وهنا اللي في النص المهاجم وبعد كده عندك قدام بيتر شيلويل وكاسياس مايلولا اللي هم الاثنين اللي قدام 4 3 1 2 دي الهلال لا قدام الهلال لكن طبعا سان داونز 4 3 1 2 اهي. في بعض الماتشات بيلعبوا ثلاثة ورا ازاي عن طريق اصلا مكوينا زي ما اتكلمنا في عمليه بناء الهجمه مكوينا بينزل والباك ليفت بيخش فانت مهم ان انت تعمل عليهم ضغط بشكل كويس. هنا برضو ادي الضغط بتاعهم واحد رايح على حارس المرمى عشان كده بقول لحضرتك دور الشناوي هيبقى مهم في بناء الهجمه ولازم يبقى الاثنين المساكين بتوعك. انا بشوف ان متولي وعبد المنعم هيفيدونا جدا لان الاثنين كرتهم حلوه قدام فرقه زي دي. بس لازم نلعب بسرعه. طبعا انت وبطاق بص هنا يا كريم اللي انت كنت بتتكلم ده فيه ده الجون بتاع القطن لما ضغطوا على القطن غلطوه. ايوه بس هو بتاع القطن طبعا في فروقات فرديه ومهاره اقل لكن اكيد يا كابتن اسلام حتى لو حد كويس لو تباطا في اخراج الكره هتيجي جول على طول هتلاقي في واحد في وشك هتعمل ايه؟ ما انت هتلاقي واحد بيضغط عليك بسرعه طيب جدا ايه تاني اهم الضربات الركنيه ما ننساش نتكلم برضو على الضربات الركنيه بتاعتهم. عندهم الاثنين المساكين دايما بيطلعوا على منطقه الجزاء لازم يتعامل عليهم مان. هم خطورتهم في الضربات الركنيه الاثنين المساكين بس من الاخر اللي هو كيكانا ومافالا الاثنين المساكين زي ما احنا شايفين لازم نخلي بالنا ان احنا نعمل مان على الاثنين المدافعين اللي جايين من ورا بتتلعب لهم دايما على قوس منطقه الجزاء اهو زي ما احنا شايفين. كمل برضو مارسيلو اليندي اللي هم جايبينه من تشيلي ده اللي بيرفع كمل هات الرفعه بعد كده راحت فين اهو برضو عند الاثنين الايه المدافعين. هات الضربه الركنيه اللي بعدها في الماتش الثاني نفس الشكل اهو مين اللي هو اللي حاطط حاجه حمراء على راسه ده برضو المساك اللي هو مافالا وجنبه المساك الثاني هتتلعب لهم فين عند قوس منطقه الايه الجزاء بنفس الشكل. فانا لازم اعمل مان بس نصيحه لعيبه النادي الاهلي ان انا لازم اعمل مان على الاثنين المساكين بتوع سان داونز في الضربات الركنيه. في حاجه ثانيه في نقاط القوه؟ لا لا طيب في التمريرات الطوليه طبعا التمريرات الطوليه بتاعتهم بس هم ما بيجيوش ليها كتير يا سيدي يعني لا التمريرات الطوليه الارضيه زي ما انت كنت بتتكلم اللي هي العمق لا ما دي ما تقدرش تقول عليها تمريرات طوليه الناس هتفهم ان هم بيلعبوا لا مش عالي الكره الانجليزيه الكره العاليه هي المقصود بيها ان هي تمريرات في العمق لان هم دايما بيهاجموا انصاف المساحات والزون 14 بالذات زي ما انت اتكلمت وقلت بس احنا مش طبعا مش عايزين نتكلم عن النادي الاهلي ولا بس انا عايز اقول بس حاجه واحده ربما الشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده يجبرنا في وجهه نظري ان احنا نرجع الله اكبر عليك الله اكبر. طب ما ممكن 4 3 3 انت يعني عندك 3 ارتكاز ممكن ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي ايوه مش قصدي مش فاهم انا في كل الاحوال ما اعتقدش في الشكل ده محتاجين بلاي ميكر في بدايه المباراه ده وجهه نظري انت محتاج 3 مكان في وسط الملعب
مروان عطيه، حمدي فتحي، ديانج، دول انا شايف ان هم حالتهم الفنيه هايله. يعني طيب اهم نقاط الضعف اللي موجوده بقى، احنا كده اتكلمنا عن نقاط القوه، اهم نقاط الضعف بقى. نشوف بقى نقاط الضعف. هم اولا المساحات اللي خلف الباك ليفت دي نقطه، يعني ان شاء الله تكون واحده من الاسلحه المهمه للنادي الاهلي. بص الباك ليفت مديبة اللي احنا اتكلمنا عليه هجوميا قوي، لكن على المستوى الدفاعي لما بيهاجم زي ما حضرتك هنا في ثغره ايه زي اللي حضرتك لاحظته في اول صوره اهي. بص هنا القط ده قدام القط، يعني قدام القطن وهم كسبانين كمان. بص هنا الكره اتلعبت من وراه، المساحه اللي في ظهره قدر كمل، هتلاقي ان هي اتعملت بالعرض وقدر من خلالها برده لعيب القطن طبعا هنا الحارس صدها. طبعا دي جوده مهاجم يعني. هنا برده نفس الكوره، هنا لعيبه الهلال السوداني بتعمل ايه؟ بتعمل تمرير طولي في ظهر الباك ليفت. هنا دور حسين الشحات ومحمد هاني مهم جدا في استغلال النقطه دي. انت بتلعب او خالد عبد الفتاح حتى لو بدا ناحيه اليمين مع حسين الشحات، مهم حسين الشحات ان هو يستغل المساحات الموجوده ورا الباك ليفت او اكس من اللاعبين اي حد بدا سواء طاهر حسين اي حد. هنا برضو اتلعبت برضو في المساحه قدر من خلالها هنا برضو نفس الشكل. دي اللي انا بتكلم عليها بقى. اللعبه دي مثال، اللي قدام حضراتكم دي مثال حي لكل اللي انا كنت بتكلم عليه في بدايه الكلام، ان اي كوره هتتقطع تبقى في وسط الملعب وتتقطع من وسط الملعب هيبقى عندك الناحيه اليمين، ولو بص الناحيه الثانيه كمان يعني لو جبت لنا الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه باينه برضه. بص الناحيه الثانيه فيها قد ايه؟ فيها جزء كبير قد ايه؟ انا ما اعرفش جايبينها ولا لا، لكن بص الجنب ده، لان هم الاربعه هم 1 2 3 4 سواء لعب هنا او لعب هنا. بس عايز سرعه بقى يا كابتن اسلام، سرعه. ما هو عشان بيدخل الباك لجوه، فلما تتقطع بيبقى في مساحات في ظهره، في التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. يعني بص اللي بيلعب الكوره ده قدامه، ما هو برضه هنا اهو مع الهلال. دي الهلال، الهلال عنده حلين او ثلاث حلول، والثلاث حلول يودوا للجون. صح. وانفراد من نص الملعب. صح. ايوه يمين وشمال وفي العمق. ليه؟ لان هو مدخل الباك لجوه فولس باك، فمدخله، فلما اتقطعت بقى في مساحه في ظهره. يبقى هي هنا القطعه والسرعه في التحول من الدفاع للهجوم. من الدفاع للهجوم، هذا هو هيبقى سلاح النادي الاهلي، سلاح النادي الاهلي القويه في هذه المباراه، ودي او اهم نقطه ضعف لفريق نادي سان داونز. تعالى برضو اللي حضرتك بتتكلم فيه وهو الضغط اللي احنا اتكلمنا فيها، الضغط على لعيبه سان داونز هنا برضو بنفس الشكل. سوء التعامل لسان داونز مع ان انت ازاي بتتعامل مع الضغط. هنا لو ضغطت زي ما اتكلمنا في البدايه، لو ضغط ذكي، لان في ماتش الهلال كانوا بيضغطوا عليهم ضغط عالي، بعض الاوقات لو سان داونز خرج بالكوره يبقى انت في مشكله، عندك مشكله. يعني لو خدت قرار ان انا اضغط عالي، ما عنديش غير تو اوبشنز، لا يقطع يا فاول، ناخد الكوره اعمل فاول. صح. لا ملهاش ثالث. لو خرج هو بالكوره بالضغط العالي بتاعي، عندك مشكله، اعرف ان هو هيروح في الحاله الهجوميه بتاعته. طيب. واحد على واحد نكمل كلامنا. عايز اقول حاجه برضو في حته الضغط، ان مهم جدا، انا بشوف هي النقطه السلبيه الوحيده عندنا في افريقيا ان مارسيل كولر بيستخدم الضغط طوال المباراه، وديت بصراحه انا بشوفها مشكله. عشان كده لعيبه النادي الاهلي بتقع بدنيا، لازم انا اقسم الضغط. دي نصيحه، لازم الضغط يتقسم، ما يبقاش طول المباراه. مفيش لاعب في مصر بيستحمل الضغط 90 دقيقه. مارسيل كولر مدرب كبير جدا جدا، بس في اللاعب المصري محتاج ان انا اقسم الماتش معاه. الضغط العالي على لعيبه سان داونز، انا ضغطت 20 دقيقه، بعد كده ارجع اقف بشكل كويس في وسط ملعبي. على فكره دي كانت مشكلتنا في مباراه الهلال، ان انت نزلت ضاغط مع اجواء في ملعب صعب، في بتلعب في الشمس الساعه 3. طيب ناخد اهم نقاط، بقيت نقاط الضعف اللي موجوده. تمام، احنا اتكلمنا على اللعب من العمق والضغط على سان داونز، كمل هات بقيه الحالات بتاعه الضغط. الضغط ايوه هنا برضو نفس الشكل، هنا ماكوينا لما دخل، هنا ماكوينا اللي هو رقم 4، بص هنا بيشاور له بيقول له بازيلي، هو ده اهم واحد في التمرير، هو فاضي فعلا، هو فاضي. لما اتقطعت، عشان كده بقول لحضرتك انت مهم تضغط على الاثنين المساكين. هم عندهم كذا خط، الخط الاول اللي هو اللي طيب. فيه الاثنين المساكين، بعد كده الخط الثاني اللي هو فيه الظهير الايمن والظهير الايسر ومكوينا في النص، بعد كده في مارسيلو ليندي اللي هو من تشيلي و اللي هو اللعيب اللي جنبه، وبعد كده في ثلاثه قدام كمان، ففي عندهم كذا خط. هنا برضو الضغط اهو، لما اتقطع الضغط في وسط الملعب بنفس الشكل، الضغط المنظم ازاي تضغط على سان داونز وتعمل التحول من الدفاع للهجوم. دي اهم نقطه ضعف في سان داونز، والمساحات الموجوده ورا الظهيرين اللي اتكلمنا عليها سواء الباك ليفت او الباك رايت. اخيرا طريقه لعب النادي الاهلي من وجهه نظرك يا احمد، افضل تشكيل 4-3-3. بشوف ان محمد الشناوي محتاجين اثنين مساكين كورتهم حلوه زي محمود متولي ومحمد عبد المنعم، طبعا باقي اللعيبه ممتازين. ناحيه اليمين بشوف محمد هاني، رغم ان خالد عبد الفتاح ماشي بشكل كويس قوي، بس محمد هاني خبراته في الماتشات دي بتبقى حلوه، يعني ان شاء الله خبراته تكون عاليه. علي معلول طبعا، الثلاثه اللي في النص ديانج قدام الاربعه،
اليمين مروان عطيه واحد من المكاسب المهمه جدا للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، واليو وحمدي فتحي، يبقى انت المثلث اليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه، والثلاثه اللي قدام حسين الشحات واحمد عبد القادر وكهربا. كريم نفس التشكيل بس هختلف مع ثابت في مركز الباك اليمين، انا افضل استمرار خالد عبد الفتاح، ان خالد بيقدم حته نفس القوه والسرعه في الارتداد دي مهمه جدا، ودي انا شايفها بصراحه هو بيقدمها بشكل كويس، وبقيه التشكيل كله انا متفق معاه واعتقد لا خلاف، خصوصا في حته كهربا، لان ساعات كولر بيحب يعمل روتيشن في المركز ده. اتمنى لا هذه المباراه لا يوجد فيها يعني صراحه، لا كهربا كمان بكل امانه، خلينا نتكلم بصراحه اسلام كهربا في مركز المهاجم الصريح حاليا هو رقم واحد. عموما كل اللاعبين جاهزين، وانا لو انا مكانك هختلف تماما في الناحيه الهجوميه مع الثلاثه او الاربعه، يعني كل واحد فينا قد يكون له وجهه نظر مختلفه، وفي النهايه احنا هننتظر ليوم السبت ونشوف مين اللي هيكون متواجد، واحنا الحقيقه عندنا ثقه كبيره جدا جدا في اي حد هيلعب ان شاء الله يوم السبت، لان هذه المباراه زي ما قلنا لحضراتكم دائما هذه المباراه للحظ، يعني معرفش كل سنه بيحصل كده ايه، لا تقبل القسمة على اثنين، لا تقبل القسمة على اثنين زي ما دايما بنقول. بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، بتوفيق للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. كانت هذه هي حلقه نهايه الاسبوع في البيت الكبير، ان شاء الله يوم السبت القادم هتكون مباراه الاهلي وسان داونز، وان شاء الله نكون مع حضراتكم يوم الاحد وحلقه جديده من البيت الكبير ان شاء الله تكون يا رب يا رب بعد مكسب مهم للنادي الاهلي. نرجع تاني بقى في المجموعة في إفريقيا إن شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي يوم السبت القادم في هذه المباراة الصعبة. شوف حضراتكم على خير، وحلقة جديدة من البيت الكبير إن شاء الله يوم الأحد.